السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي استفسار يا شباب قبل ما نبدأ؟ أي استفسار قبل ما نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه إن شاء الله. نستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه. كنا خدنا مع بعض في اللقاء الماضي الجزء الخاص بتحليل التعالي. كان كل كلامنا على تحليل التعادل في حالة وجود منتج وحيد. تحليل التعادل في حالة وجود منتج وحيد. لكن في الواقع العملي ما فيش شركة بتعتمد على منتج واحد. معظم الشركات بتنتج أكتر من منتج على أساس لو خسرت في منتج معين تكسب في منتج آخر وتعوض خسائرها. طب السؤال عندنا دلوقتي بالنسبة لي أنا كمحاسب إداري، لو لقيت شركة بتنتج أكتر من منتج، لو لقيت شركة بتنتج أكتر من منتج، إزاي أجيب التعادل وحجم التعادل من كل منتج؟ يعني هنيجي مثلا نقول إيه، شركة بتنتج منتج سين وصاد وعين، علشان تصل للتعادل المفروض تبيع كام وحدة من سين وكام من صاد وكام من عين. كنا بنقول قبل كده شركة بتنتج منتج واحد فكان العملية سهلة، نقول والله تنتج 5000 أو تبيع 5000، تبيع 10000، تبيع 20000، حق التعادل. طيب ماذا لو الشركة عندها أكتر من منتج؟ يبقى هيجي السؤال، تبيع كام وحدة من كل منتج علشان تحقق التعادل؟ قال تعالى نحسب كده بعض النسب في البداية. في حاجة اسمها نسبة المزيج البيعي، عبارة عن كمية أو قيمة مبيعات كل منتج تقسيم مجموع كمية أو قيمة المبيعات لكل المنتجات. طب يبقى نسبة مزيج البيع ده بجيبها ليه؟ عشان اعرف كل منتج من منتجات الشركة بيمثل كام في المية من مبيعاتها. يعني مثلا شركة بتبيع 5 منتجات، اجمع المبيعات الاول الفعلية من الخمسة، بعد كده اخد مبيعات المنتج الاول على الاجمالي بتاع المبيعات. ليه؟ عشان اعرف هو المنتج الاول بيمثل كام في المية من اجمالي المبيعات. يعني كأن الشركة بتعتمد عليه بنسبة كام في المية في تحقيق الايراد. يبقى رقم واحد بجيب نسبة المزيج البيعي، ساعات بنقول عليها نسبة التشكيلة. يعني الشركة بتبيع مجموعة من المنتجات، بتشكل مجموعة من المنتجات، طب كل منتج من المنتجات يمثل كام في المية من مبيعاتها؟ طيب الخطوة التانية أجيب هامش المساهمة للوحدة من كل منتج، جبناها قبل كده. يبقى اجي على كل منتج اشوف سعر بيع الوحده فيه كام والتكلفه المتغيره فيه كام، يبقى سعر البيع ناقص التكلفه المتغيره يديني هامش المساهمه من هذا المنتج. رقم ثلاثة اضرب نسبة المزيج البيعي
في هامش المساهمة من كل منتج واجمع الناتج. بعد كده هاخد التكاليف الثابتة الإجمالية على إجمالي الناتج اللي بيقولوا عليها وسط هامش المساهمة الإجمالي. بعد كده أبدأ أحسب بقى من كل منتج المفروض نعمل إيه. تعالوا كده ناخدها كحالة عملية أسهل من الكلام النظري. ركزوا معايا كده الله يكرمكم. يقول لي هنا تنتج إحدى الشركات، تنتج إحدى الشركات ثلاث منتجات. شركة بتنتج ثلاث منتجات اللي هم ألف وباء وجيم. الموضوع سهل جدا بس نركز فيه. شركة بتنتج ثلاث منتجات ألف وباء وجيم، بتبيع من المنتج ألف 12,000 وحدة، وبتبيع من باء 6,000 وحدة، وبتبيع من جيم 2,000 وحدة. يبقى إجمالي مبيعاتها من كل المنتجات 20,000 وحدة. 12 زائد 6 زائد 2 يبقى تاني. شركة عندها ثلاث منتجات ألف وباء وجيم، بتبيع من المنتج ألف 12,000 وحدة، ومن باء 6,000 وحدة، ومن جيم 2,000 وحدة. ممتاز. بتبيع الوحدة الواحدة من ألف 20 ريال، والوحدة الواحدة من ألف بتكلفها تكلفة متغيرة 15 ريال. طيب من باء بتبيع 6,000 وحدة من باء، سعر بيع الوحدة من باء 30 ريال. التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة من باء 24 ريال. بتبيع من جيم 2,000 وحدة، سعر بيع الوحدة من جيم 16 ريال. التكلفة المتغيرة للوحدة من جيم 8 ريالات. وقال لي التكلفة الثابتة الإجمالية 28,000 ريال. طيب عايز إيه يا عم؟ يقول لي الشركة عشان تحقق التعادل، واحد مبيعات التعادل من كل المنتجات كام؟ اتنين مبيعات التعادل من كل منتج كام؟ يبقى هنا مطلوبين، المطلوب الأولاني عشان الشركة دي تحقق التعادل المفروض تبيع كم وحدة من ألف وباء وجيم إجمالي. بعد كده تبيع كم وحدة من ألف، وكم وحدة من باء، وكم وحدة من جيم. تعالوا بقى كده واحدة واحدة الله يكرمك. هنبدأ بيه، ادي اهو المنتج ألف وباء وجيم. نيجي على كمية المبيعات ننقلها، مش من ألف 12,000 ومن باء 6,000 ومن جيم 2,000. ايه رأيكم نجمع الثلاثة دول مع بعض؟ 12 زائد 6 زائد 2 20,000. لحد كده في مشكلة؟ تمام. كل اللي عملناه جمعنا إجمالي المبيعات من كل المنتجات. طيب عايزين نعرف بقى نسبة المزج، نسبة التشكيلة. يعني ألف ده مبيعاته بتمثل كام في المية من إجمالي مبيعات الشركة؟ أعمل إيه؟ أروح واخد مبيعات ألف 12,000 وأقسمها على الإجمالي اللي هو 20. الآلة الحاسبة كده معاكم يلا. لو قسمت 12 تقسيم ال 20 الاقيها بتضرب 100 الاقيها بتساوي 60%. اذا المنتج الف مبيعاته بتمثل 60% من اجمالي مبيعات الشركه. طيب مبيعات باء
بتمثل كام في المية من مبيعات الشركة؟ هاخد مبيعات ده 6000، أقسمها أيضا على إجمالي المبيعات 20000 تساوي 30%. طيب مبيعات ج 2000 وحدة تقسيم ال20 يبقى 10%، لازم مجموع التلاتة يسوى 100%. يبقى تاني جبت نسبة المزج ازاي؟ مرة واتنين وتلاتة اهو، باخد مبيعات كل منتج واقسمه على الإجمالي، مبيعات ألف على الإجمالي، مبيعات باء على الإجمالي، مبيعات جيم على الإجمالي، يطلع لي نسبة المزج أو نسبة التشكيل. معنى كده إن المنتج ألف مبيعاته بتمثل 60% من مبيعات الشركة، وباء مبيعاته بتمثل 30% من مبيعات الشركة. طيب وجيم مبيعاته بتمثل 10% من مبيعات الشركة. نيجي الخطوة اللي بعدها أسهل بكتير، هامش المساهمة أو فائض المساهمة للوحدة من كل منتج. طب إحنا عايزين هامش المساهمة للوحدة من المنتج ألف، نروح رايحين فوق أهوت في المعطيات، ألف سعر بيع الوحدة 20، التكلفة المتغيرة 15، يبقى ال20 ناقص ال15 يبقى 5. نكررها تاني مع باء، هامش المساهمة للوحدة من باء، هيبقى سعر بيع الوحدة من باء 30 ناقص التكلفة المتغيرة بتاعتها 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى 6. طيب من جيم سعر البيع 16 ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة 8، يبقى 16 ناقص 8 يبقى 8. هكرر تاني، اجيب تاني نسبة المزج ازاي؟ بجمع المبيعات بتاعت كل المنتجات، يبقى رقم الاجمالي اهو 20000. اخد مبيعات كل منتج على الاجمالي، يطلع لي نسبته كام في اجمالي المبيعات؟ مبيعات الف 12000، اجمالي المبيعات 20، يبقى 12 تقسيم ال 20 يبقى 60%. مبيعات ب 6000 تقسيم ال 20 يبقى 30%. مبيعات ج 2000 تقسيم 20 يبقى 10%. ادي نسبة المزج. الخطوة الثانية أجيب هامش المساهمة للوحدة. أجيبها إزاي؟ لكل منتج سعر بيعه كام؟ وتكلفته المتغيرة كام؟ المنتج ألف سعر بيعه 20، تكلفته المتغيرة 15، يبقى 20 ناقص ال 15 يبقى 5. المنتج باء سعر بيعه 30 وتكلفته 24، يبقى 30 ناقص 24 يبقى 6. المنتج ج 16 ناقص 8 يبقى 8. طيب الخطوة اللي بعدها أضرب العمودين دول في بعض، 60% ضرب 5 يبقى 3، 30% ضرب 6 1.8، 10% ضرب 8 بوينت 8، 8 من 10. والخطوة الثالثة العمودين اللي أنا حسبتهم أضربهم في بعض. طيب بعد كده اجمع العمود الأخير اللي هي 3 زائد 1.8 من 10 زائد 8 من 10 بتساوي 5.6، ده اسمه متوسط هامش المساهمة الإجمالي. متوسط هامش المساهمة الإجمالي، يبقى أنا حسبت نسبة المزج وهامش المساهمة للوحدة
ضربتهم في بعض، الناتج العمودي الثالث اللي طلع جمعته طلع الرقم اهو 5.6، ده متوسط هامش المساهمة الإجمالي. خلاص حليت التمرين. أجيب بقى التعادل إزاي؟ مش إحنا كنا بنتعادل تكلفة ثابتة على هامش مساهمة؟ نعم، أدي التكلفة الثابتة 28000، أقسمها على هامش المساهمة الإجمالي اللي أنا جبته 5.6. يبقى إذن نقطة التعادل الإجمالية هتبقى التكلفة الثابتة على متوسط هامش المساهمة الإجمالي، يبقى 28000 تقسيم 5.6 يبقى 5000 وحدة. معنى كده عشان أحقق التعادل لازم أنتج وأبيع 5000 وحدة من التلات منتجات. لحد كده في حد مش فاهم حاجة؟ أنا هفتح الشات أهوت. واضح؟ قولوا له واضح. مش واضح؟ قولوا له في مشكلة. ممتاز. يبقى أنا جبت دلوقتي أهوت. ممتاز. تمام خلاص. يبقى أنا جبت دلوقتي ها عدد الوحدات اللي المفروض أبيعها من الثلاث منتجات. طلعت كام؟ طلعت 5000 وحدة. يبقى المفروض أبيع 5000 وحدة من ألف وباء وجي. يبقى ده أول مطلوب. المطلوب الثاني أنا عايز أعرف بقى أبيع كام وحدة من ألف وأبيع كام وحدة من باء وأبيع كام وحدة من جيم. أعمل إيه؟ الوضع سهل جدا. مش المفروض أبيع 5 من ألف وباء وجيم؟ طيب أبيع من ألف كام؟ خد ال 5000 واضربها في نسبة المزج بتاع 1000 اللي احنا طلعناه 60%. طب من باء قد ايه؟ خد ال 5000 واضربها في نسبة المزج بتاع باء. طب من جيم قد ايه؟ خد ال 5000 واضربها في نسبة المزج بتاع جيم. يبقى ال 5000 ضرب 60% يبقى ابيع من الف 3000 وحدة. طب من باء ال 5000 ضرب 30% يبقى ابيع من باء 1500 وحدة. طب من جيم قد ايه؟ 5000 ضرب 20% هتساوي 500 وحدة. يبقى علشان اصل للتعادل يبقى لازم ابيع ال 5000 من الثلاث منتجات. طب ابيع من الف كام؟ 3000 اهو، دول كلهم مجموع حبوات ال 5000. يبقى ال 5000 الاجمالي 3 من الف و 1500 من باء و 500 من جيم. يبقى الاول جبت الاجمالي من الثلاثة على بعض ابيع قد ايه؟ بعد كده من كل واحد ابيع قد ايه؟ اخد الاجمالي اللي انا طلعته واضربه في نسبة المزج اللي عندي. طيب بالمرة بقى لو حبيت اجيب قيمة التعادل من كل اسهل واسهل ازاي؟ قيمة التعادل من الف اروح واخد مبيعات الف 3000 في سعر بيعها. يبقى قيمة المبيعات بتاع التعادل من الف هو كام وحدة من ألف المفروض أبيعها؟ 3000 وحدة. وإحنا لو رجعنا دلوقتي هنلاقي الوحدة الواحدة ألف سعر بيعها كام؟ سعر بيعها أهو 20. يبقى ال 3000 ضرب 20 ب 60000 ريال. طيب من باء 1500 وحدة ضرب سعر بيع الوحدة من باء اللي هي ال 30 يبقى 45000. طيب من جيم ديت يا جماعة جيم. ديت جيم. طيب من جيم قد ايه؟ يبقى ال 500 وحده بتوع جيم اهمت مضروبه في سعر البيع بتاع المنتج. واضح؟ التعادل مهم جدا في حاله تعدد المنتجات. هل التعادل في حاله تعدد المنتجات الان واضح؟ مفهوم يا شباب؟
ممتاز ممتاز، يبقى ديت نقطة التعادل في حالة تعدد المنتجات. طيب في موضوع تاني اسمه نقطة تماثل التكلفة. نقطة تماثل التكلفة، ايه نقطة تماثل التكلفة ده؟ وحجم الإنتاج أو حجم المبيعات اللي عنده يتساوى بديلين. يعني لما أجي أقول لحضرتك أنا قدامي بديلين للإنتاج، آدي البديل الأول وآدي البديل الثاني، إمتى تقول لي البديلين زي بعض؟ البديلين متماثلين، يبقى أنا عايز أصل لحجم الإنتاج أو حجم المبيعات اللي عنده يكون البديلين متساويين، مفيش تفرقة ما بينهم. زي مثلا شركة أمامها بديلين للإنتاج، آدي البديل الأول وآدي البديل الثاني. طيب البديل الأول لو اتبعنا البديل الأول ده يبقى آدي البديل الأولاني، لو اتبعنا البديل ده تكلفة المتغير الوحدة 3 ريال ونص، التكلفة الثابتة الإجمالية 12000 ريال، وسعر بيع الوحدة 5. طيب البديل الثاني للإنتاج أهو سعر بيع الوحدة 5 ريال برضه، التكلفة الثابتة 36000 لكن التكلفة المتغيرة المرة ريالين. أجي أسألك، ها أستخدم البديل الأول ولا استخدم البديل الثاني؟ او اجي اقول لك امتى الاثنين يبقوا زي بعض؟ لو انا حجم الانتاج عندي او حجم المبيعات وصل لكام ما تفرقش معايا، استخدمت البديل الاول هيديني ربح، البديل الثاني هيديني نفس الربح. تعالى الموضوع سهل جدا. نقطة التماثل عبارة عن معادلة احفظها واطبقها وسهلة جدا جدا جدا. نقطة التماثل يعني النقطة اللي عندها البديلين هيبقوا زي بعض، اللي عبارة عن الفرق في التكلفة للبديلين تقسيم الفرق في التكلفة المتغيرة للوحدة للبديلين. الفرق في التكلفة الثابتة الإجمالية للبديلين تقسيم الفرق في التكلفة المتغيرة للوحدة في البديلين. طب تعالوا كده نشوف الأرقام. أنا ما بقولش البديل الأول ناقص الثاني، بقول الفرق. يعني مثلا التكلفة الثابتة في أحد البدائل 36 وفي بديل آخر 12، الفرق كام؟ الفرق اللي هو ال 24. الفرق اللي هو 24. يبقى الفرق في البديلين 36 ناقص ال 12 ادي 24. طب الفرق في البديلين في المتغير 1 3 ونص و 1 2، يبقى الفرق 1 ونص. اقسمهم على بعض. الفرق في التكلفة الثابتة على الفرق في التكلفة المتغيرة. يطلع 16000 وحدة. معناها ايه بقى؟ معناها لو انتاجي او مبيعاتي وصلت 16، لو كانت 16000 فقط اختار اي بديل، النتائج واحده، الاثنين متماثلين. يبقى كلمه نقطه التماثل هي حجم الانتاج اللي عنده البديلين هيكونوا زي بعض، مفيش افضليه لبديل على. نجيبها تاني ازاي؟ الفرق في التكلفة الثابتة طبعا التكلفة الثابتة بالإجمالي على الفرق في التكلفة المتغيرة للوحدة. بديل تكلفته الثابتة 36 وبديل تكلفته الثابتة 12، يبقى الفرق 24، يبقى ده البسط. تقسيم الفرق في التكلفة المتغيرة للبديلين، بديل تكلفته المتغيرة 3 ونص وبديل تكلفته المتغيرة 2،
يبقى 3 ونص و2 يبقى 1 ونص. يبقى كأني بقول له 24000 تقسيم ال1 ونص هتساوي 16000 وحدة. يبقى أنا لو توقعت إن مبيعاتي هتبقى 16000 بالظبط، البديلين زي بعض، مفيش أفضلية لبديل على الآخر، اسمها نقطة تماثل التكلفة. المحاضرة رقم 12 بدأنا نتكلم بقى عن اتخاذ القرار. في المحاضرة رقم 12 بدأنا نتكلم عن اتخاذ القرار. دايما بنقول ما يميز المحاسبة الإدارية عن محاسبة التكاليف اتخاذ القرار. إن الوظيفة الأساسية للمحاسبة الإدارية اتخاذ القرار. علشان اتخذ قرار لازم يكون هذا القرار يمر بعدة مراحل أو عدة خطوات، ساعات بيقولوا عليها التفكير المنطقي لحل المشاكل. يعني مش شرط تكون دي قرارات محاسبية، ممكن تكون قرارات شخصية علشان الواحد يحل مشكلة شخصية خاصة بيه هو. يبقى لازم يمر بعدة مراحل لتفكير منطقي، ساعات بيقولوا عليها منهج حل المشاكل. قال لك رقم واحد مراحل اتخاذ القرار، أول مرحلة في اتخاذ القرار إدراك المشكلة. افهم المشكلة الأول إيه؟ ينفع أحل مشكلة معينة من غير ما أعرف إيه هي أصلاً المشكلة؟ يبقى لازم أدرك المشكلة، أفهم المشكلة، هي طبيعة المشكلة إيه؟ يبقى رقم واحد أعرف المشكلة، درجة أهميتها، الوقت اللازم عشان تتحل فيه المشكلة، الوقت المتاح قد إيه؟ طيب، تاني خطوة جمع بيانات ومعلومات عن البدائل المتاحة لحل المشكلة. جمع بيانات، يبقى المرحلة التانية جمع بيانات عن طرق حل المشكلة. مفيش مشكلة لها حل واحد، أي مشكلة لها عدة حلول. يبقى لازم رقم واحد أدرك إيه هي المشكلة، اتنين جمع بيانات عن البدائل الموجودة حل المشكلة. طب رقم ثلاثة حدد بقى البدائل دي، احصر البدائل دي، انت عندك كام بديل لحل المشكلة؟ تقول والله انا ممكن احل المشكلة ديت بخمس طرق، في عندي خمس حلول. ممتاز، يبقى انت كده حددت البدائل. الخطوة الرابعة قيم هذه البدائل، هنيجي نقول البديل الاول تكلفته كام والعائد اللي هيجي منه كام، والبديل الثاني تكلفته كام والعائد اللي هيجي منه كام. يبقى المرحلة الرابعة المفضلة ما بين البدائل. طبعا يفضل ان انا لما اجي احل مشكلة يبقى تكلفة الحل اكتر من العائد ولا العائد اكتر من التكلفة؟ لما اجي احل اي مشكلة يبقى الاساس ان يكون العائد اكتر من التكلفة. الخطوة الخامسة اتخاذ القرار، اختيار بقى البديل. خلاص انت حللت البدائل وعرفت التكلفة والعائد لكل بديل، رقم خمسة بقى اختار البديل اللي انت بتراه مناسب. في خطوة سادسة هنا ما اتكتبتش، اللي هي ايه؟ اللي هي التغذية الراجعة او بيقولوا عليها الفيدباك، التغذية العكسية. اللي هي ايه بقى؟ حضرتك بعد ما اتخذت القرار بين البدائل الموجودة اخترت البديل اللي قلت ده هو البديل ده الافضل، هل المشكلة اتحلت؟ لو المشكلة اتحلت خلاص يبقى ما فيش أي مشكلة. لو المشكلة ما اتحلتش ارجع تاني، يبقى كأنك أنت في جزء من المشكلة ما اتحلش، ارجع تاني
افهم ايه المشكلة وشوف ابعادها. ممكن تكون وانت بتحدد البدائل نسيت بديل او حذفت بديل وهو ده كان البديل الافضل. يبقى مراحل حل اي مشكلة بيقولوا عليها مراحل اتخاذ قرار، منهج حل المشاكل، سماها زي ما انت عايز. يبقى يبدأ رقم واحد ادراك او فهم للمشكلة، ثم جمع بيانات عن الطرق اللي موجودة لحل هذه المشكلة، ثم حصر الطرق، حدد بقى البدائل اللي ممكن ان انا استغلها ايه، ثم بعد كده اوازن ما بين البدائل ديت واقيمهم وافاضل ما بينهم، ثم اختار البديل الامثل بالنسبة لي او من وجهة نظري اللي هو اتخاذ القرار. بعد كده اشوف بقى الفيدباك، هل القرار اللي انا اتخذته حل المشكلة ولا ما زالت المشكلة موجودة كما هي؟ طب ايه هي المعوقات اللي ممكن تقابلني وانا بتخذ القرار؟ معوقات او مشاكل عملية اتخاذ القرار. واحد، عدم القدرة على تعريف المشكلة، ما قدرتش احدد ايه هي المشكلة، مش عارف اي اضع ايدي على المشكلة ايه، وبالتالي ممكن يكون عدم القدرة على تصور الحلول الممكنة، البدائل. ممكن استبعد بديل وهو كان هو ده اللي يحل المشكلة. ثلاثة، عدم القدرة على تقييم التكلفة والعائد لكل بديل. اتفقنا قلنا لما نيجي نقيم لازم اعرف كل بديل تكلفته ايه والعائد منه ايه. عدم القدرة على اختيار البديل اللي يبدو أفضل. يبقى ممكن يكون في بديل هو البديل الأفضل لكن أنا مش عارف اختار البديل ده، مش هقدر أنفذه. أو قد يكون جوانب قصور شخصية لمتخذ القرار، يعني معناها إن متخذ القرار غير مهيأ، ليس لديه المهارة اللازمة لاتخاذ القرار. مش اداري ناجح، ما عندوش تخيل او تصور ازاي ممكن مشاكل زي دي تتحل. طب ايه هي انواع القرارات اللي انا ممكن اتخذها؟ اول نوع حاجة اسمها قرارات استراتيجية. قرار استراتيجي معناها قرار يتعلق بالاجل الطويل، قرارات غير تقليدية، دخول في مشاريع طويلة الأجل، شراء آلات، شراء أصول ثابتة، دي كلها بنقول عليها قرارات استراتيجية. وقد تكون قرارات إدارية. القرارات الإدارية غالبا بتبقى قرارات روتينية أو قرارات متكررة، أو قد تكون قرارات تشغيلية. يبقى دي المشكلات البسيطة اللي بتتكرر كل يوم عند المستويات التشغيلية أو المستويات الأدنى، وبالتالي مدير كل إدارة ممكن يحل هذه المشكلة. يبقى كأن القرارات الإدارية والتشغيلية هي قرارات قصيرة الأجل. علشان أتخذ قرار معين، لو تفتكروا في البداية كنا قلنا علشان أتخذ قرار أنا محتاج معلومات. طب لو المعلومات خطأ هيبقى القرار صحيح؟ لا طبعا. يبقى لازم يكون عندي بيانات او معلومات ملائمة، يعني معلومات ستحدث في المستقبل، معلومات بتفضل لي بين بديل واخر. يعني مثلا لو جينا قلت لحضراتكم كده انا قدامي دلوقتي عايز اخطط لانتاج المنتجين سين وصاد، التكاليف بتاعتهم قدامكم يعني. المواد الاوليه كل وحده من سين بتحتاج 20 ريال مواد اوليه، ومن صاد 15 ريال مواد اوليه. كل وحده من سين بتحتاج عمل مباشر 10 ريال، ومن صاد ايضا عمل مباشر 10 ريال.
مين منهم تكلفة ملائمة؟ التكلفة الملائمة هي المواد الأولية، لأنها بتفضل لي ما بين بدائل. يعني أنا لو بختار دلوقتي أختار سين ولا صاد، لو ما فيش أي معايير أخرى للمفاضلة غير التكلفة، يبقى المواد الأولية بتاعت سين 20 والمواد بتاعت صاد 15، يبقى الأفضل أنتج صاد لأن تكلفة المواد فيها أقل. أما تكلفة العمل طالما هي واحدة في الاتنين مفيش تفاضل، يبقى أقول لك ما تنتج سين ولا صاد، مش هتفرق. يبقى اللي هيؤثر هنا على اتخاذ القرار، اللي هيأثر لي هنا على القرار المتخذ بتاعي، هي تكلفة المواد الأولية لأنها تكلفة مستقبلية، اتنين اختلفت من بديل إلى آخر. يبقى عشان كده لما أجي أقول لك فاضل ما بين أنتج المنتج سين ولا أنتج المنتج صاد؟ طب لو قلت لك، لو بدأنا بالعمل هقول لك المنتج سين العامل هياخد في الإنتاج الواحد 10 ريال وصاد 10 ريال، أنتج مين؟ هتقول لي ما تنتج أي واحد. الاثنين زي ما. يبقى إذا دلوقتي تكلفة الأجور بالنسبة لي غير ملائمة في المفضلة، لأن الاثنين نفس التكلفة. أما تكلفة المواد الأولية هتيجي تقول لي المواد الأولية من سين كل واحدة تحتاج 20 ريال، ومن صاد هتقول لي كل واحدة تحتاج 15 ريال. هنا بقى بدأنا نفرق ما بين البدائل. يبقى أنا لو عايز أبحث عن اللي تكلفته أقل أختار صاد. طبعا ده بقولنا إيه؟ بصرف النظر عن إمكانية تسويق سين كام وصاد كام، لأن هو معيار المفاضلة تكلفة الوحدة. يبقى أنا عايز أختار التكلفة الأقل. يبقى اللي هيساعدني في الاختيار لما التكاليف تختلف، لكن لما التكلفة تبقى واحدة ما بين بديلين أو تكلفة غير ملائمة في المفاضلة ما بين البدائل. نقف لحد كده بحيث نبدأ القرارات المختلفة في المحاسبة الإدارية. اللي هي القرارات اللي المفروض يتخذها المحاسب الإداري، نبدأها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. أي استفسار يا شباب؟ أي استفسار؟ الأمور واضحة؟ طيب الحمد لله. وإياكم جميعا يا رب إن شاء الله. قرارات التشغيل يعني زي قرار شراء مواد خام، قرار تشغيل آلات، قرار يعني القرارات اللي بتحدث كل يوم، يعني قرارات متكررة. يبقى التشغيل ده هنتج المنتج سين، طب هودع المستودعات، طب هات مادة خام المستودعات، طب اصرف أجور للعمال، كلها مروا عليها قرارات تشغيل. أخت جواهر الله يكرمك، اكتب الحاجة اللي حضرتك عايزها. طيب الحمد لله، ان شاء الله في كل مره هنلاقي في افضل ان شاء الله، باذن الله كل مره يكون في افضل باذن الله. تمام، عشان انتوا بس مركزين النهارده شويه. جزاكم الله كل خير. يا اخت جواهر حضرتك اكتبي اللي انت عايزاه. معلش اكتبي اللي انت عايزاه. الطريقه اللي ايه اللي انا احفظ بها القوانين، لو حليت تمارين اللي احنا بنحلها مع بعض حليناها مره واثنين وثلاثه هنلاقيها اتحفظت خلاص. مفيش مذكرات. باذن الله ان شاء الله هنشتغل معاكم عمليه سلوكيه بقى بعد كده او نفسيه باذن الله. تمام. اي طالما انا لو عايز حاجه زي مثلا النهارده نسبه المزج او نسبه التشكيله، يبقى لازم اطلعها في المية، يبقى لازم اضرب في المية. واياكم جميعا يا رب ان شاء الله. باذن الله الامور تبقى واضحه، وباذن الله ربنا يصل الحال وتجيبوا اعلى الدرجات وتخلصوا على خير يا رب باذن الله. عفوا.
أراكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.